كده الحمد لله البرنامج حل، وهيبقى مطلوب مننا ان احنا نخرج النتائج. فانت عايز تخرج نتائج مين؟ اخرج نتائج الاعمده، واخرج نتائج الشير وول، واخرج نتائج الكور. انا عايز بس حضرتك افهمك حاجه، ان احنا مفيش حاله تحميل في الكود المصري بتجمع ما بين احمال الرياح واحمال الزلازل، ولذلك حضرتك بتاخد احمال الرياح لوحدها بتعمل لها موديل، وبتاخد احمال الزلازل بنعمل لها هي كمان موديل، وبعد كده بتطلع الرياكشن من احمال الرياح وتقارن الرياكشن ده بالاحمال بتاعه الزلازل والكبير تصمم عليه، ومن غير ما تقارن احمال الزلازل بتطلع اكبر. وبالتالي لو ما طلبش منك نصيا في المشروع، تمام، لو انت شغال في مشروع التخرج، لو ما طلبش منك نصيا انك انت تعمل الموديل بتاع احمال الرياح ده، فهو ملوش لازمه، ما تعملوش. طلع النتائج من احمال الزلازل، تمام، وخرج منها على طول ايه القصه دي. احنا عملنا ليه؟ عشان احنا بنتعلم، زائد ان انا هستخدمه اصلا. يعني انا المره الجايه لما اجي اشرح احمال الزلازل مش هقعد ارسم ال 3 دي موديل، يعني هخش هنا انا كده كده عامل سيف للملف ده قبل ما يتحل وحطه عندي في مكان، عشان بعد كده نخش عليه نعمل التعديلات اللي المفروض تتعمل في الاحمال بتاعه مين، في الاحمال بتاعه الزلازل، وندخل احمال الزلازل ونحل تاني ونطلع الايه القيم. فهمت انت بتعمل ايه؟ تمام. لكن في الاول وفي الاخر مفيش حاله تحميل واحده بتجمع ما بين الويند لود والايرث كويك ايه والايرث كويك لود. طيب لو انا جيت بعد كده عايز اخرج النتائج بتاعتي، هقول له من ديسبلاي شو تيبلز اناليسز ريزلت، وبعد كده هات لي الوور ريزلت البير فورسز. من ديسبلاي شو تيبلز اناليسز ريزلت وور ريزلت بير فورس. فاكرين البير فورس اللي احنا عرفناها؟ البير ليبل. حضرتك لو ما كنتش عرفت بير ليبل، شايف كلمه وور ريزلت دي مش هتظهر اصلا في النتائج، مش هتبقى موجوده. فعشان كده عرفنا القصه دي. فلو انا جيت قلت له اوكي، هيبدا يعمل لي جدول يحط لي فيه النتائج. تعال نتفرج كده على النتائج بتاعتنا ونشوف هنعمل فيها القصه دي ازاي. لو انا جيت بصيت هنا كده، فهو كده جايب لك النتائج في كل الادوار. حضرتك اكبر حمل هيبقى على الحيطه دي في انهي دور؟ الدور الاول. فانت مختار مين؟ الدور الاول. وادي دي التسميه، دي وول 1 لحد ما خلصت، وبعد كده وول 2، وبعدين كور 1، وبعد كده ايه كور 2. دي النتائج اللي مطلعها لك. هل انت عايز النتائج على الديد لود لوحده او اللايف لود لوحده، ولا انت عايز النتائج بتاعه الالتيميت وبتاعه الويند اكس كومباينيشن والويند واي كومباينيشن؟ مش هي دي النتائج اللي انت عايزها فقط؟ بعد كده بيتكلم مع حضرتك عن حاجه اسمها اللوكيشن، التوب والبوتوم. ولو بصيت على الارقام بتاعتك هتلاقي ان التوب بكام؟ 764 والبوتوم ب 776. يعني المفروض ان الرقمين مختلفين عن بعض، زي الستيشن اللي كانت في العمود اللي قلناها من شويه، هنا في التوب والبوتوم، فهنا تختار طبعا مين؟ البوتوم. حلو الكلام كده يا باشمهندس. يبقى انت كده الجدول بتاعك جاهز، عندك وول 1 وادي الحالات اللي المفروض تصممها عليه. المفروض اصمم مره على الالتيميت، فهتلاقي النورمال فورس طالع كبير والمومنت طالع قليل، وبعد كده الويند اكس هتلاقي يا باشمهندس عند حضرتك هنا النورمال فورس اقل والمومنت اكس هتلاقيه كبير والمومنت واي قليل، وبعد كده الناحيه الثانيه القصه برضو ايه العكس. تمام. طيب في ملاحظات كده عايزين نبص عليها مع بعض، ولكن خلينا ناخد الجدول ده بره عشان نشوف اكتر من كده، نشوف احسن من كده يعني عشان نعرف نتكلم. فانا لو عايز اخد الجدول ده بره، انا اصلا مش عايز كل الحاجات دي، خلاص الستوري دي عرفت ان انا واقف في ستوري 1 فمش عايزها. اللود كومباينيشن دي سيبها، البير دي سيبها، اللوكيشن توب وبوتوم انا مش عايزها، النورمال فورس اكيد عايزها، الشير والشير والتورشن مش عايزهم، انا عايز المومنت اكس والمومنت واي. يبقى كده قدام كل حيطه قدامك حاله التحميل بتاعتها والنورمال فورس. هنروح واخدين الكلام ده كده ونروح دايسين له كليك يمين ونقول له اكسبورت تيبل تو اكسل، ولو ما اشتغلش معاك وطلعهم تمام، خدهم كوبي بايدك وطلعهم، عشان امبارح ما كانش راضي يشتغل معايا. ما كانش راضي يشتغل معايا ليه؟ عشان احنا سارقين البرنامج مش بتاع الايتابس. الايتابس ده بكراك، انما ده اللي سارقينه، الاوفيس نفسه مسروق يعني، مش حقيقي. المفروض طبعا نشتري بقى كل البرامج الجميله دي. بالمناسبه سعر برنامج الايتابس يعني اخر اصدار سعره حوالي 6000 دولار. 6000 دولار يعني 6000 دولار ده رقم لو انت ما بتعرفش تحول، فهو حوالي 100000 جنيه مصري او يزيد يعني نقول 100000 جنيه مصري. انت عشان تشتري لك 3 4 برامج ممكن تتجوز اسهل يعني، مع ان البرامج هتفيدك اكتر، بس يعني لو انت بتحب القصه دي يعني. طيب بص كده معايا،
عايزين بس نمسك النتائج كده دي نحللها شوية مع بعض، نفكر يعني نفكر مع بعض فيها نحللها، وبعد كده يبقى احنا خلصنا. ادي كده دي النتائج بتاعت وول 1، فخلينا ادي لها اللون الاصفر كده. فحضرتك لو بتتكلم عن وول 1، ادي كده الالتيميت فورس زي ما انت شايف قوة كبيرة، والنورمال فورس او المومنت اكس والمومنت واي قوة مالها صغيرة. ليه المومنت اكس والمومنت واي قيمة صغيرة؟ لان انت بتتكلم عن نورمال فورس، هي في قيم بس صغيرة خالص المفروض نهملها اصلا. طب دي حاجة. الحاجة التانية لو جينا نبص هنا كده على العمود اللي قدام سيادتك ده، على العمود اللي قدام سيادتك ده، في الحالة بتاعة الويند واي، لو جيت بصيت كده على الويند واي تمام، هتلاقي ان هنا عندك 636، وهنا علامة 82، وهنا 164. فالويند جايبة هنا على الوول دي كام؟ 164. طب ليه الرقم هنا طالع كبير والرقم الناحية التانية طالع صغير؟ الرقمين دول طالعين صغيرين كده، حتى لما كانت الويند في اكس برضو الرقم بتاع المومنت ده طالع كبير. افتكر الحيطة بتاعتك كان ابعادها 25 وواقفة رأسية كده، وبالتالي مش احنا اتفقنا ان العملية كلها بتعتمد على مين؟ الانرشيا. فالاتجاه اللي فيه الانرشيا الكبيرة هو اللي هيروح له مين؟ طبعا المومنت الكبير. اتفهمت؟ فهمنا الفكرة جت من الارقام دي، الاتجاه اللي ليه انرشيا كبيرة هيسحب مومنت كبير، وده هيبقى حتى واضح لك هو مين كان اكبر، الكور ولا الشير وول؟ الكور. بص كده لو جيت بصيت على الرقم بتاع المومنت هنا كان طالع 164، طب بص كده على الكور في نفس الحاله اللي هي ويند واي كومبو هتلاقيه طلع كام؟ 480، لان الكور كان متكون من ثلاثه، حتى لو ضربت كده انت تقريبا برضو ثلاثه، 164 في ثلاثه هتطلع تقريبا 400 وشويه. حلو الكلام؟ وبالتالي يا باشمهندس الارقام كلها منطقيه ومحسوسه بالنسبه لسيادتك. فدي الارقام كده بتاعت الشير وول والكور اللي المفروض تاخدها تصمم عليها، وزي ما قلت لك الارقام دي ملهاش اي قيمه ولا ليها اي لازمه، لان المفروض الارقام دي كده هناخدها نقارنها بالارقام اللي هتطلع شبهها من حاله الزلازل، والكبير نصمم عليه، ومن غير ما تفكر الكبير دايما في الخرسانه بيطلع من حاله الزلازل، ما بيطلعش من حاله مين؟ ما بيطلعش من حاله الرياح، ممكن في الستيل يطلع من حاله الرياح، لكن في الخرسانه دايما بيطلع من حاله مين؟ الزلازل. طب لو عايز اجيب الارقام بتاع الاعمده، ركز بقى معايا كويس قوي في الارقام بتاع الاعمده، مش عشان تعرف تطلعها ازاي، لا عشان في معلومه مهمه هنقولها. من ديسبلاي شو تيبلز نفس القصه بقى كده، هاجي من هنا كده اقول له هات لي فريم ريزلت كولم فورس، فريم ريزلت كولم فورس، ونروح قايلين له اوكي، فيبدا يطلع لك النتائج بتاعت الاعمده. بعد ما يطلع لك نتائج الاعمده بتبدا تعمل نفس القصه بالظبط، يعني انت مش عايز في الدور ال 15، انت عايز في انهي دور؟ الدور الاول. وبعد كده يا باشمهندس حضرتك عندك اللود كومباينيشن، هتبقى عايز حاله الالتيميت وعايز الويند اكس وعايز الويند واي. بالنسبه للستيشن قلنا ان احنا هنبقى عايزين الستيشن بكام؟ بزيرو، فكتبت هنا بيساوي زيرو عشان ما يجيبليش كذا ستيشن. مش احنا اتفقنا على القصه بتاعت الستيشن دي قبل كده؟ قلنا ان ايه الستيشن دي عند اول العمود ونص العمود وعند اخر العمود، فانا بكتب له الستيشن بزيرو، يعني هات لي عند الرقم ايه؟ اللي تحت خالص. وبعد كده الجدول ده نبدا ننفضه، فعشان ابدا انفض الجدول ده هقول له والله قصه الستوري دي انا ما بقتش عايزها، اليونيك نيم ده انا مش عايزه، الستيشن دي انا مش عايزها، النورمال فورس بس هي اللي عايزها، الشير والتورشن انا مش عايزهم، المومنت اكس والمومنت واي هاتهم، والحاجات اللي في الاخر دي انا مش عايزها. وبالتالي لكل عمود هيبقى قدامه ثلاث حالات تحميل، التيميت ويند اكس ويند واي ونورمال فورس ومومنت اكس ومومنت ايه؟ ومومنت واي. تعالى بقى نبص كده على المعلومه اللي انا عايز اقولها لك. ناخد الكلام ده كده كليك يمين ونقول له اكسبورت تيبل تو ايه؟ تو اكسل. بعد ما بتقول له اكسبورت تيبل تو اكسل، لو جيت فتحت كده اهو ادي الموديل بتاع سيادتك بالمنظر الجميل ده. تعالى بقى ناخد عمود كده ونتناقش فيه. تعالى ناخد عمود ونتناقش فيه. بص يا باشمهندس لو سمحت كده بقى، ادي العمود اللي اسمه سي 1 سي 1 سي 1، ادي الالتيميت وادي الويند اكس وادي الويند واي وادي النورمال فورس. بص قيم المومنت طالعه بكام؟ ولا الهوا ولا الهوا. طب ليه قيم المومنت طالعه ولا الهوا دي؟ مش على العمود ده بس، على كل عمدان عمود بالظبط. احنا اتفقنا من شويه ان الاحمال حتى لو انت بتحل مانيوال، انا مش عارف درست الكلام ده مانيوال ولا لا، بس لو انت درست الكلام ده مانيوال كنت انت حضرتك بتروح توزع احمال الرياح والزلازل بنسبه الاستيفنس، تمام؟ توزعها كده بنسبه الاستيفنس، اللي ليه استيفنس كبير هياخد جزء كبير واللي ملوش استيفنس كبير بياخد جزء قليل. فطبعا
العمود اللي هو ال 30 في ال 60 او ال 30 في 70 حتى لا يقارن ابدا بالشير وول اللي هي اصغر حاجه اللي هي 3.5 متر. فانت بتتكلم في حاجه تانية خالص. وبالتالي وجود الشير وول والكور ده شيء اساسي في كل المنشآت اللي بتتصمم على احمال الرياح والزلازل. ليه بقى؟ لان تعالى نفترض كده، لو انت حتى لو انت قاعد في البيت، تعالى نمسح الشير وول والكور، يعني تعالى كده على نفس المنشأ ده، احنا لو فاضيين يعني هخش على نفس المنشأ وامسح الشير وول والكور واروح اطلع نتائج الاعمده تاني، هتلاقي ان قيم المومنت هنا بقى زادت وبقت كبير، لان خلاص بقى مين اللي شايل؟ هما ده. وهتلاقي غصب عنك ان في بعض الاعمده هتقلب منك مين؟ شير وول. هتقلب منك ايه؟ شير وول. ما هو العمود امتى هتقول عليه شير وول؟ لما التي يبقى اكبر من 5 البي، صح ولا مش صح؟ فهتلاقي غصب عنك ان في جزء منهم هيقلب اصلا ايه؟ شير وول. يبقى اذا فهمنا فايده الشير وول والكور في المنشا ايه؟ ان هم اللي هيسحبوا المومنت كله، وبالتالي الاعمده دي هل المفروض بقى تروح تصممها بالانتراكشن دايجرام ولا لا؟ ايوه، في قيمه بنقارن بيها. انت لو تفتكر الرسمه بتاعت الانتراكشن دايجرام، تمام، فكانت الرسمه بتاعت الانتراكشن دايجرام كانت عامله ازاي؟ لو حد فيكم فاكرها، كانت رسمه صح. ايوه، هي ما ايه اللي هقسمه 4؟ ايوه، هو ده الخط اللي انا عايزه. سيب من الاربعه التانيين، يعني هي كانت متقسمه كده 4 اجزاء. الجزء ده كده لو انت وقعت في النقطه بتاعتك هنا يبقى ده يتصمم على نورمال فورس فقط، وده عندك التنشن والكومبريشن، ولو وقعت النقطه بتاعت سيادتك هنا يبقى انت بتصمم على قيمه مين؟ الايه؟ المومنت فقط. يعني ده هيبقى سلوك عمود، وده هيبقى سلوك ايه؟ سلوك الكاميرا. وحضرتك كنت بتكتب هنا بقى النورمال فورس والناحيه الثانيه المومنت، فبتبدا توقع النقطه بتاعتك بالنورمال فورس والمومنت، تعرف انت في انهي حته. فكان الخط اللي بيقطع هنا ده على ما اتذكر الرقم كان الاي على التي بكام؟ ايوه، اللهم صل على النبي، 5 من ايه؟ 5 من 100. طيب يا باشمهندس، لو انت جيت حسبت هنا كده القيمه دي على برنامج الاكسل، لو انا جيت عايز احسب القيمه دي على برنامج الاكسل، انا اولا هاجي هنا كده هعمل الخلايا دي تاني عشان اتاكد بس، كتشك من عندنا. ادي عندي البي، البي دي هتساوي الابسوليوت بتاع مين؟ بتاع الرقم اللي هنا ده. يبقى البي دي هتبقى تساوي ايه يا باشمهندس؟ الابسوليوت بتاع الرقم اللي هنا ده، واقول له اوكي كده تمام. وبعد كده هيبقى عندي الام، الام دي يا باشمهندس ممكن اقول له هات لي المومنت الماكسيمم من ده وده، المومنت الايه؟ الماكسيمم بين ده وايه؟ وبين ده وده، شوف لي الرقم الكبير يعني. فادي اقول له مثلا هات لي الابسوليوت يا سيدي، بلاش المومنت الماكسيمم، هات لي الابسوليوت. فلو انا جيت قلت له كده هات لي الابسوليوت فاليو ما بين الرقم للرقم ده، وقمت عامل له برده دبل كليك، انا ده كل القصه دي عشان اعمل ايه يا باشمهندس؟ بس قيم المومنت والسالب دي انا مش عايزها، انا عايز اقارن بقيم ايه؟ موجبه. يبقى الاخير ده برده هيبقى الابسوليوت بتاع مين؟ بتاع الرقم ده. كلام جميل جدا كده. بدل ما كانت القيم سالبه هنا بقت القيم ايه؟ موجبه وجميله. خلاص كده يا باشمهندس. هتعمل ايه بقى؟ انت لو عايز تحسب الاي، هي الاي بتساوي مين على مين؟ المومنت عن نورمال. فانت لو جيت قلت له كده ادي الاي الاولانيه هتساوي المومنت ده على النورمال فورس اللي هو ده، وتروح دايس انتر كده فطلعت لك القيمه. وبعد كده المفروض تكتب جنب الاي مين؟ التي اللي هو السكنس بتاع العمود. فالسكنس بتاع العمود مثلا كان كام؟ 60 70 ايا كان بقى القيمه بتاعتك، بس انت شغال بالايه؟ انت شغال بوحده ايه مثلا؟ بالمتر. ما هو ده كان طن وده طن في المتر، يبقى انت شغال بمتر، يبقى 6 مثلا من 10. فدي تحسب بقى انت الاي على التي. فلما تيجي تحسب الاي على التي يبقى انت المفروض الرقم ده على الرقم اللي هنا ده وتدوس له انتر فطلع ب 3 من 100. 3 من 100 ده معناها ان هو اقل من مين؟ ال 5 من 100. وده معناه ان كل الهيصه اللي قدامك دي ولا ليها لازمه. انت كل اللي هتعمله انك تمسح كل الهيصه دي وتصمم على النورمال فورس فقط كانه عمود عادي. فهمت احنا عملنا ايه؟ فهمت الفكره جايه منين؟ بس طبعا ده لسه مش هيتعمل هنا، ده هيتعمل في حاله مين؟ الزلازل. وخليني اقول لك طالما في شير وول وكور بالابعاد الفظيعه اللي عندنا دي، غالبا العمدان هتتصمم مين؟ على القيمه دي، على انها ايه؟ نورمال فورس. طبعا انت ممكن بقى تحسب ده كله وتيجي تحسب هنا برضو ده كله،
اول ما تلاقي بقى في اي عمود من دول عدى القيمه دي، يعني مثلا عندك العمود ده علامه 0 2 4، لا ده لازم يتصمم على نورمال فورس ومومنت. لا مثلا العمود ده مش عارف كذا، بس ما تنساش برضو هي العمليه دي مش هي مش ضغط الزرار زي ما انا ضغطت كده، هتدخل البعد بتاع كل عمود. ما ممكن العمود اللي كان اللي طالع تحت من السيف ده كان ابعاده كان 100، يعني البعد ده كام؟ بدل ما هو 6 من 10 كان البعد ده واحد، فلو البعد واحد اصلا هيطلعوا كلهم ايه؟ كلهم سيف اهو، كلهم مثلا سيف اهو، واحد من 100، واحد مش عارف ايه، لا والله في واحد طالع اهو انسيف اهو، وهكذا تتشك عليهم بقى واحد واحد كده مع نفسك حبيب قلبي اهتم وتصمم عمود عمود، وهم كلهم 76 عمود، يقعد لك بتاع 50 سنة ولا حاجة تخلص القصة دي بقى عشان ايه تيجي تسلمها. في حد عنده مشاكل؟ حد مش فاهم أي حاجة؟ هو ده مش أنا شرحته؟ يا هاي اسمع، كنت هديك واحد تاني والله بس قلت لا انتوا غلابة، يعني اشتغلوا على اللي أنا شغال عليه. في حد عنده مشاكل؟